واضح. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما شافوا لهيدا عابد الوثن ما قال مثل كثير بيقولوا إذا شافوا كيف خنزير أنا مرة حصلت معي مرة عم بعطي درس ببيروت بعلمك عم بعطي درس البيت مليان الصالونين مع المطبخ واصلين للكوريدور لهو بالنوم فاتحين الكوريدور فاتحين باب البيت الكراسي وين واصلة للأسانسير أنا عم بعطي الدرس أخوه لصاحب البيت قاعد على يميني فعم بعطي الدرس بيجا حدا متأخر فتح الأسانسير أنا بيعرفوني يعني بتضايق إذا إجا حدا متأخر فأنا وقفت الدرس إنه مين هلا اللي حيطلع الأسانسير فطلع من الأسانسير واحد شايب قام هذا اللي حبي قال خن بتطلع فيه هيك يعني بتقول إذا بدك تحولها على البطيء تطلع خن بلقله عم يعطيها فأنا طلعت فيه قلت له ليه شو سمع منه لما قال لي خنزير يعني حاكم عليه بالكفر قال لي شو سمع منه قال لي سمع منه مسائل قلت له شو هن قال لي هيك وهيك ثلاث مسائل قلت له اوكي شو اسمه قال لي ابو فؤاد حاج قال لي يا حاج فشو عملت انا وفد قلت له اهلا الحاج ابو فؤاد لما انا وفد شو عملوا كل الناس كله وقف كيف حس حاله ابو فؤاد ما هيك ولا لا؟ وسعوا له لحج وسعوا له لحج عملنا مليمتو انا هو جاي دغري انا قريته ابوي كان بالامن العام يعني علمني على النظره بالنظره قبل يسال فقريته شفته انه هيدا من الكبار يعني منه شو مكان فالحاصل لما قال بالحاج ابو فؤاد مع ابتسامه صادقه تصور سلفته اياها قد يقال من قديش من لما فات لوصل لهون قلت له قوم قعدوا هون تفضل هون حاج قعد بعلمي كنا عم نحكي مثلا بالوضوء تغير الموضوع تغير الدرس مشان مرق له فصرت مرق له اياهم شو مسألة ورا مسألة باسلوب معين وكل ما مرق له مسألة شو قل له قل له ما هيك يا حاج ابو فؤاد ارجع مرق له مسألة ثانية ما هيك يا ابو فؤاد يعمل لي ايه وهذا أخونا الثاني عم يطلع فيه لأبو فؤاد كأنه كاميرا خفية يعني طبعا يكون شرصة خلصنا فاللي بيقول يا هيك يا أخوانا هيك أو اللي بيعتقد هيك بطي يتشاهد يدخل في دين الإسلام يلا نقول الشهادتين وقال أبو فؤاد الشهادتين سبحان الله الله سبحانه وتعالى هداه هيدا على فكرة أبو فؤاد كنا نعطي الدرس عند أخونا كل نهار أحد بالليل أعطوني معلش ست دقايق كل نهار أحد بالليل كنا نعطي الدرس عنده قام بعد شي 3-4 أشهر أبو فؤاد دايما يجي على الدرس قام التنفن نهار الأربعة عفوا التنفن نهار التنين لا أبو فلان اللي بعطي عنده الدرس قال له بدي الشيخ جيري يجي لعندي على البيت بدي يجمع له عيلتي كلها لحتى يعطيهم درس أيضا قال الأربعة بالليل قال له طب مصبور هلا الشيخ جيري بالجامعة وعنده دروس وكذا وهيك طب ما يقدر قال له لا بدي إياه يجي لعندي الأربع ما حأصبر لأجي الأحد لأنه أنا حاسس حموت الجمعة هو كبير بالسن بس كبار قال حاسس حيموت الجمعة الرجل فخيفان على عينته قلنا له إيه طال فني بتروح أنا ما بقول لا يعني ما بقول لا وببركة هذا الله يسر لي كثير أمور إن شاء الله بنرجع نحكي فيها فالحاصل قلت له إيه أكيد يا أبو فلان بنروح لعنده رحت لعنده الأربعة نجمع كل العائلة وين طلع بيته فوق الجندول على كورنيش المزرعة ومثل ما قرأته طلع يعني فت لعنده على البيت ما شاء الله شقتين فيطحم على بعض لما فتت بالكوريدور تبع البيت شفت صور بالأسود والأبيض هو وأم كلثوم هو وجمال عبد الناصر شفت يعني من أي مستوى من الناس مجمع عيلته كلها كتار عيلته يعني أولاده وأحفاده قاعدين هيك قعدت فأنا ظننت أنه بده ياني خبرهم عن النبي وقصص ومعجزات وكذا وهيك قلت له شو بتحب يا حاج أبو فؤاد نحكي بشو نحكي قال لي أعطيهم درس بالعقيدة يعني قديش فهم هذا الرجل أعطيتهم درس بالعقيدة ورحت على البيت السبت راجع من الجامعة مارق من حب برج أبو حيدر نحن بدنا شيخ بنشوف وراء النعوي مش نروح نعطي دروس عم طلع وراء النعوي طلع اسمه على ورقة النعوي متنطيت عند ابو فلان اللي حد الجامع قلت لهم شو صار قال هن الديشورة عم بيدفنوه مات امبارح مات نهار الجمعة رحنا زرناه وين بقلب المقبرة لما رحت على المقبرة بتعرف شو شفت ولا الحشتة
رحت على المقبرة دخلوا الفتحة، أنا وفيت على المقبرة شفت كل عائلته طالعين وعم بيبكوا وكذا وهيك، قالوا كلام يعني لطيف ومؤثر. وعم رجعت فتت أنا قلت لهم وين دلوني على القبر، رحت بدي أقرأ الفتحة القبر، صرت أسمع يعني كأنه واحد مخبى ورا القبر، ورا القبر اللي طلعت أنا هيك شو في هون جن يعني ولا شو، طلعت هيك عم تشوف أخورة هذاك اللي قال عنه خمزي ليك الجاكيت وبعز الصيف وحاطت فيها سيلي، شو عم تعمل؟ عندي انا عمي مات على الاسلام وعلى بده يشوف انه حيصرخ بالقبر بالسيلي بعده لا الله من بئر يعني. فشفتوا كيف سبحان الله بالاسلوب ناتي للقلوب باذن الله. ان شاء الله حديثنا ما خلص، نتركها للدرس الجاي باذن الله.